كابتن محمود الخطيب استجاب لرغبة الكابتن حسام عاشور انه يقعد معاه. لبى الكابتن انا اعتقد ان الكابتن حسام لبى الكابتن الخطيب رغبة الكابتن حسام، قعد معاه، استمع ليه، نصحه النصيحة الخالصة جدا، وقدم له نفس التفاصيل اللي كانت لجنة التخطيط عرضتها. انا اتكلمت مع الكابتن حسام. كلمته؟ طبعا. وهو الراجل ما فيش ذرة جواه عايز يسيب النادي الاهلي، لكن عنده فعلا حاجات محددة مش كانش عامل حسابه انه هيوقف في اللحظة دي. محتاج انها تتعالج. واعتقد النادي الاهلي مش هيتخلى عنه. لكن هو دلوقتي اقرب الى البقاء باذن الله. التقدير بقى للناس عماله تتاجر في العلاقه اللي بينها بين الكابتن حسام، درجه ابراهيم عبد الجواد، يعني ابراهيم انت بتحب الاهلي؟ يعني انت عايز اللي انت بتكتبه من غيرتك على الاهلي؟ عمال تكتب الطريقه، هو الاهلي حر ومن حقه، لكن الطريقه، طريقه ايه يا استاذ ابراهيم؟ انت هتعلمنا طريقه نتعامل مع مع مع, مع اسرتنا، اسره الاهلي تتعامل مع بعضها ازاي؟ انت عارف داخليات الامور ولا هي كلمه السم في العسل؟ وانا اضطريت اقول لابراهيم هذا الكلام لانه بقاله مده ماشي بالطريقه دي. يعني يا اخي انا عايز اشوفك وانت مهموم وبتسعد وبنبسط قوي من فرحتك العارمه لما الزمالك بيكسب وبتقول اللي انت عايزه، عمري ما قلت لك هذا حقك، انت راجل بتحب الزمالك، لكن ان انت في كل حاجه للاهلي تلقيحه، كل حاجه للاهلي تلقيحه، ايه هل انت اتكلمت على كل اللعيبه اللي ثابت من الزمالك بقى ثابت ازاي، ولا اديت النصيحه دي للزمالك زي ما بتديها للاهلي؟ ولا دي مش نصيحه؟ طبعا مش نصيحه اخي، التلقيحه يعني ملحوق عليها، لان الكلام لما يبقى وش